السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز لقاها الله والأليال قيام الليل قفك إن إلهي سبحانه وتعالى أدود دور تؤي ورط قيام كاسو استايكرا أولا وإنو إلهي سبحانه وتعالى كل جعل هذا حقيقة ميلاها دونك ميلاها حاجر سددك ووين لو غطل قلي دادك مداحظة لو غطل قلي أما لقو مقعابو في أي بي meel khaas ah weydad khaas ba galo wax noocaas lagu magacaabo marka salaatul layl thuluthul akhir min al-layl wa VIP ilaahi subhanahu wa ta'ala ugu talgalay awleediisa inay ku kulmaan qof kasta ma soo kici karo qof kasta iska ma gali karo VIP daas lacag lagu magalo wa door ilaahi baa lagu galaa inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala ku jeclaado ilaahi muxuu kugu jeclaana عبادة بدن يو دواشة ودوذاي سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هذه مركة ذاتك إلهي أجعل هذا كم نقطة وقت كستو إلهي أجعل يهي أو ناكسا ورنتي دعاء مستجابة أي تهي أيوة ربي تبارك وتعالى كوافجنا أو حويا وكل جعلنا سبحانه وتعالى إن قلبك مسايدك لغو حيرو توفيق من الله كم التهي إن قرآن قد أخرصه توفيق من الله كم التهي دتكو بدنا سيب بديهن قرآن كوية قانان صوم هذا خاصة لكن إن أين قد أخرصت وكعادة لقتت وردي ما لنك أخرصتت وحيكو حران إن الله تبارك وتعالى وكل جعل هذا ودي جعل كاسي كهرن وحا كهريسو فاستهدوني كهريسو وإن إلهي ودي ستا سبحانه وتعالى إن إلهي كاردق أهل القرآن إن إلهي كاردق جل جلاله أهل قيام الليل قيام الليل كقصده مركان قيام الليل مركان كهذا وحن صح سوسنا قف أو قراء ذا كم ده أيوه وحوار كهويدي سو وايلا وهبين كي سو جد هرددة ذا أيرتها مركاس ولا هالله هاي أصول مريو محاد أصول كعيسى الرفات كان محاد مريسا ترتيب تاد كسير كتو كهبين كيس كسيحة مركاس هيدا هذا هاي بعدية كيماتي وحيد هذا هاي إذا عدا وحن كم أغلي شيخ أو لهايو الله تبارك وتعالى ثلث الأخير من الليل هديل لقاره ينزل سماء الدنيا وحصول دقة سمدان وحوي الدنيا ده من أسوه أسوه سيس أي رب سبحانه وتعالى كسو دقة مركز ولي هي هل من سائلين قف حوي دينا مجرى قف وعد دنهس مجرى ومحان محاوبة هنتين إنه إلهي لها يا مغليه هوي وحن كعب سد إنه إلهي تبارك وتعالى وقت قاس إماده قف استقبالا هو يعني قف صد ويه إنه هو يعني كعب صدوه وحن ربا إن إلهي سبحانه وتعالى مركو صد دقايو تدك صد وينا أن كم النقضو أن سجدو استغفارتي دعادي أنا وضوء يعني جعل استي مرك إلهي وإمانا يا ربي تبارك وتعالى جل جلاله دي أيضا وحي كتر جنتي أما كقياس قادتي يعني انتي مقشي وشيخ كما قشي مبي وحوي يعني أنكو قارتي إله بالوينا سبحانه وتعالى إله إيمانا يو سماء الدنيا إيمانا يو دي أنا كان إنا كسي حنا صعيب ما أهن وإنا إلهي تبارك وتعالى أن استقبالا أغتل قال إنا سوجيدو وهذا الرنتي آديات إيه تابتي ومهمة دي سال الرنتي سسهو يدمرك إن شاء الله وتعالى وإنا نستغنى قيام الليل وإنا إلهي برنا أولا إنو إلهي نوافجيو كدبنا وإنا صوكعنا إلهي أصوكعنا سبحانه وتعالى وقت قاسي واتساب فيسبوك يو تلفون بضن مجرا واختي هو ناقصون القران كالاخرين كرو وحوي اناء الليل واطراف النهار يقف الهي كو ارزاقه ان القران كاخريو القصاص اوجد ان شاء الله تعالى اوصي نفسي واياكم بتقوى الله بعد تقوى الله سبحانه وتعالى وحايد دردار ما ان الهي لك لنقنو الهي عابدنو قيام كوسو استاغنو وإلهي ونغمد سبحانه وتعالى ذلك ووافجنا يوني أستاغان لأجلي تبارك وتعالى وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.